إذن أجرت القوات الروسية والقوات السورية تدريبات عسكرية في ريف حلب. تدريبات عسكرية جوية مشتركة أجرتها وزارة الدفاع الروسية مع قوات الحكومة السورية في ريف حلب، في وقت تشهد فيه الجغرافيا السورية عدة تحديات عسكرية من الجنوب إلى الشمال. الدفاع الروسية أوضحت في بيان أن التدريبات التي جرت في حلب شهدت عمليات مشتركة لتدمير أهداف برية وطائرات دون طيار ومعدات وتحصينات وقوات معادية بغية تعزيز فعالية العمليات الجوية التي يتم تنفيذها في سوريا. وبحسب البيان شاركت في المرحلة الأولى من المناورات طائرات العمليات التكتيكية التابعة للقوات الجوية الروسية وضربت قاذفات مقاتلة متعددة الأدوار من طراز SU-34 وقاذفات خط المواجهة SU-24M أهدافاً برية في ميدان التدريب في منطقة الجبول قرب مدينة السفيرة شرقية حلب. وشاركت في المرحلة الثانية من التدريبات مروحيات من القوات الجوية الروسية إضافة إلى مروحيات تابعة لقوات الحكومة السورية ونفذت ضربات ضد أهداف افتراضية باستخدام الصواريخ. وفق البيان تدربت القوات المشتركة على الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية تبلغ حوالي 30 متراً، كما جرت تدريبات كمجموعات هجومية مشتركة في أثناء المناورة والركض نحو الهدف. هذه التدريبات تأتي بعد ساعات من استهداف إسرائيل لمركز البحوث العلمية بريف حلب، وبعد بضعة أسابيع على وصول تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة السورية لخطوط التماس بريف حلب مع هيئة تحرير الشام الإرهابية والفصائل التابعة للاحتلال التركي. ينضم إلينا من باريس الناشط السياسي رياض قزموز. أهلا بك أستاذ رياض. إذا نتحدث عن تدريبات عسكرية مشتركة جوية بين القوات الروسية وقوات الحكومة السورية بريف حلب، توقيت هذه التدريبات الآن كيف يمكن تفسيره وفهمه؟ هناك اليوم وإلى العام ليبيا. أهلا بك. طبعا جاءت هذه التدريبات بعد قصف إسرائيلي لمنطقة معامل الدفاع في منطقة السفيري إلى معامل الدفاع في منطقة السفيري مباشرة. هذه التدريبات طبعا كانت جوية ومشاة، وهذا بعيد كل البعد عن الاستهداف الإسرائيلي، وإنما هذه التدريبات جاءت بعد تحشيدات وأخبار عن تحشيدات لهيئة تحرير الشام بافتتاح معارك لما يسمى تحرير حلب. يعني أفهم من حضرتك أستاذ رياض يعني أنه هذه التدريبات لا ترتبط بالغارات الإسرائيلية وإنما ترتبط بالتحشيدات العسكرية لهيئة تحرير الشام الإرهابية وأيضا وصول تعزيزات لقوات الحكومة السورية إلى تلك المنطقة منذ بضعة أسابيع. تماما أستاذ الكريم، إذا نظرنا وقرأنا التدريبات العسكرية التي حدثت ما بين عصابة أسد والجيش الروسي هي تدريب على أهداف أرضية، استهداف طائرات الدرون وقصف تجمعات مدنية. طبعا كلنا نعرف لا روسيا ولا نظام أسد قادر على خوض معركة مع على الأرض في دولة إسرائيل ولا حتى التصدي للطيران الإسرائيلي، إنما جاءت هذه التدريبات ميدانية على الأرض، قصف آليات، قصف تجمعات عسكرية فقط للتصدي لما يسمى حسودات هيئة تحرير الشام لتحرير حلب. طبعا بعيد كل البعد عن القصف الإسرائيلي، إنما تجهيز للتصدي ولن يكون هناك أي معركة كما قلت سابقا. إذن يعني معركة تقصد بين من؟ لن يكون هناك معركة ما بين ما تسمى هيئة تحرير الشام الإرهابية وما بين نظام أسد والقوات الروسية. إذا كيف في أي إطار يمكن وضع إذا كل هذه التحشيدات العسكرية من قبل الطرفين وأيضا هذه التدريبات الجوية المشتركة لم يكن هناك معركة؟ طبعا أستاذ الكريم، لاحظنا بالفترة الأخيرة تصريحات أردوغان عن التقارب السوري، والنظام السوري يرفض إلا بعد تحقيق شروط
وضعتها على أنقرة، وضعها النظام السوري على أنقرة، وهذه الشروط لم يتم أي الاتفاق عليها من انسحاب وغيره تماما. ونعرف كذلك هناك اتفاقات في سوتشي وستانا ما بين أردوغان والروسي بعدم فتح أي معركة من جهة ما يسمى هي التحرير الشامل الإرهابي ومرتزقة تركيا الفصائل التركية. فهذه المعركة لن أولا لن تسمح بها تركيا، وهذا ما يعرفه الجولاني 100% أن تركيا لن تسمح له بفتح أي معركة ضد نظام أسد من خلال الاتفاقات اللي حصلت في سوتشي وستانا. إنما كما قلت سابقا الجولاني يهدد بمعركة فقط لإسكات المتظاهرين الذين خرجوا في عشرات المناطق والمدن في إدلب ضده لإسقاطه وإسقاط منظومته الإرهابية. طيب، بعد هذا الحديث عن موضوع المساعي التركي نحو التطبيع مع دمشق وموضوع التحشيدات العسكرية، غدا هناك اجتماع أستانا كما تعلم. هذه المعطيات، هذه يعني المعطيات الجديدة، هل ستؤثر على اجتماعات أستانا غدا؟ لا أكيد طبعا، أستانا ستجري كما بالعادي. هذه التحشيدات لم تؤثر، ولا كونه يعرف التركي لن يسمح التركي بإجراء أي عمل عسكري ضد نظام أسد. ما سوتشي وستانا ستجري كما خطط لها. طبعا جاء هذا 22 لهذه الاجتماعات، يمكن العدد صار 22. نعم صحيح، 22. نعم، بعد نجاح ترامب هناك تنسيق روسي تركي فيما يظن كان وشفنا فرحة أردوغان بنجاح ترامب صحيح الذي هدد سابقا بالانسحاب من شمال شرق الفرات. فأردوغان يسابق الزمن لعقد اتفاقات ما بين الروسي على تسليم منطقة مقابل منطقة، مثلا تسليم إدلب بمكان للنظام الأسدي والروس مقابل كما يطمح ويحلم الدخول في مناطق شمال شرق الفرات، ويكون يعمل حزام أمني كما يسميه التركي من جهة تركيا. طيب، غدا اجتماعات أستانا، باعتقادك أستاذ رياض، هل ستدفع بمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق؟ طبعا محادثات التطبيع ما بين نظام أسد والنظام التركي كانت تجري قبل أستانا. أستانا نعم، الاتفاق على مواضيع الشمال، تسليم مناطق وانسحاب من مناطق. أما التطبيع التركي، النظام التركي مع النظام السوري، جرت عدة اجتماعات وعدة لقاءات وعدة اتصالات، وآخرها اتصال أردوغان وهو يتحدى بوتين للضغط على نظام الأسد لكي يقبل بإعادة العلاقات ما بين تركيا ونظام الأسد. أيضا بالعودة إلى موضوع العسكري والتحشيدات العسكرية، هل يمكن القول أيضا، يعني حضرتك قلت أن تركيا لا تريد ولن تسمح للجولاني بشان أي عملية عسكرية، لكن في الطرف المقابل هناك روسيا أيضا قبل أسبوعين تقريبا شنت حوالي 74 غارة جوية على مناطق شمال غرب سوريا بما فيها مناطق مواقع لهيئة تحرير الشام وأخرى منشآت مدنية، وسقط ضحايا مدنيين في هذا القصف. إذا ماذا كانت تسعى روسيا من وراء هذا التصعيد؟ طبعا جاء هذا التصعيد بعد تهديد عصابة الجولاني الإرهابي بفتح حلب كما وعد القطيع تبعه في إدلب بأنه سيبدأ تحرير حلب، وسمعنا عن تحرير حماة وما بعد حماة. جاء القصف الروسي المكثف على مناطق لم يستهدف أي موقع لتحرير الشام، إنما استهدف مواقع مدنية ومواقع في محطات كهرباء وأماكن مدنية فقط، وسقط قتلى من المدنيين. أما مواقع عصابة الجولاني لم تتأثر، وتعودنا على نظام الأسد دائما يقصف المدنيين، يقتل من المدنيين، وعلى الإعلام تبعوية لقد قصفنا مواقع لعصابة الجولاني الإرهابية وقتلنا، وهذا غير صحيح أبدا، لأن بقاء الجولاني ببقاء الأسد، وبقاء الأسد ببقاء الجولاني.
طيب هذه المناطق المتاخمة دائما هناك مناوشات وقصف متبادل بين قوات حكومة سوريا وهي تحرير الشام الإرهابية وفصائل تتبع للاحتلال التركي، إلى متى ستبقى على هذا الحال بين شد وجذب؟ ما بين الاحتلال التركي تقصد فصائل التي في شمال غرب سوريا، خط يعني ما تسمى منطقة خفض التصعيد أو منطقة بوتين أردوغان، إلى متى ستبقى على هذه الحالة؟ خط التصعيد تأتي في إدلب، كل النقاط خط التصعيد في إدلب. نحن تعودنا على عمليات الجولاني وغزواتي بيروح 5 مقاتلين ومعه 10 إعلاميين وبيصوروا أنه عمل عملية بطولية، إن كان في ريف جسر الشغور الغربي أم في منطقة أخرى، يسقط القتلى من عصابته، ولكن لن يكون هناك تأثير، إنما لزر الرماد بالعيون وأبر مخدرة للقطيع المبايل أنه هذا الرجل اليوم العصابي المسيطر على الجيب هي من أجل الثورة، هي تقاتل النظام، وهذا كذب. قلته وأكرره، من سلم 90% من المحرر أو ما حرره المرتدون بين قوسين، أقصد الثوار الجيش الحر، لن يحرر قمة دجاج. الجولاني مهمته التسليم وليس التحرير، إنما هذه العمليات عبارة عن فبركي، ويقوم الروسي للأسف بالرد على المدنيين بالمخيمات والمدن، وشاهدنا عدة قصف عدة مرات على أحياء مدنيين، مما تسبب بدمار وسقوط قتلى وجرحى دون أي تأثير على عصابة الجولاني. السوريون أستاذ رياض يعني قالوها ويقولون دوما، كفى دما كما كفى قصفا كفى تدميرا، يجب الجلوس لطاولة حوار. موضوع تلك المنطقة شمال غرب سوريا هي حيث وجود الفصائل الراديكالية وفصائل أخرى، كيف يمكن حلها بعيدا عن العسكرة؟ حلها عسكريا يعني إنهاء السلاح؟ لا أقصد ليس عسكريا، كيف يمكن يعني الوصول لحل يرضي جميع الأطراف بدون القتال والحرب؟ قصدك ما بين النظام وهذه الفصائل؟ نعم. طبعا احنا لم نرى أي معارك منذ أن اكتفى عصابة الجولاني بالسيطرة على أدلب وتسليم إلى السراقب، لم تحدث أي معارك جدية فعلية. قبل أن وأنا أرفض طبعا هذه الفصائل أن تفاوض النظام لأنها غير شرعية ولا تمثل السوري ولا تمثل السوريين، ولكن أولا أليس ليتفقوا أولا كفصائل عسكرية كما يدعون يمثلون الثورة السورية؟ عندك يا سيدي الكيان السني ما يسمى دولة إدلب التي يسيطر عليها الجولاني الإرهابي، وعندك فصائل تركية، دولة عفرين، عندك دولة عزاز، هناك عدة دول ويعني حدود وممنوع إدخال هذه البضاعة إلى هذه المنطقة والعكس كذلك. فهذه الفصائل لن تكون ممثلة للثورة كي يعني تعمل أو تنشي أي لجنة للتفاوض أو تمثل هذه الثورة لإنهاء هذا النزيف وهذه المحرقة بالشعب. طبعا اللاعب الأساسي أو المحرك لهذه الفصائل وهذه الجهات هي تركيا بحسب ما تتفضل وتتحدث تقارير كثيرة يعني. طيب اليوم في حال وصول أنقرة ودمشق لصيغة تفاهم أو تصالح بين الطرفين، مصير هذه الفصائل هل ستكون قضاء عليها بعملية عسكرية مشتركة أم سيكون دمجها مع الجيش السوري؟ باعتقادك وتحليلك كيف سيكون؟ حسب تحليلي بالنسبة للفصائل التي ما يسمى الجيش اللاوطني، أي فصيل شذ عن الأوامر التركية تم تفكيكه وقتاله، وهناك بعض الفصائل على طريق التفكيك للقوى المشتركة ومن يوالون التركي ومستعدين يذهبون مع التركي إلى الجهنم، ما عندهم أي مشكلة، هدول ممكن يروحوا مع أنقرة إلى المصالحة مع نظام الأسد. أما بالنسبة لعصابة الجولاني، الجولاني يأخذ أوامره من التركي حسب المصلحة، ويأخذ أوامره من الأمريكي ويأخذ أوامره من الإيراني. نفس الموضوع إدلب عن موضوع مرتزقة تركيا، الفصائل التركية التي تتبع لتركيا في إدلب، تعودنا هناك افتعال معارك تسبب قتل ودمار ثم تسليم. حقيقة يعني ما بعرف، أنا أرى أنه إدلب باقية كما هي تحت سلطة هذا المجرم وهذه العصابة الإرهابية إلى أن يفرض حل دولي من الخارج على السوريين من الجهة المعارضة والثورة
لتنتهي هذه العصابات المسلحة في الشمال وفي مناطق النظام التي كذلك هي خارجة عن سيطرة نظام الأسد من فصائل عراقية وأفغانية وإيرانية وغيرها. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي رياض قزموز، كنت معنا مباشرة من باريس.